لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. بات رحيل المدرب التونسي المهدي النفطي وشيكا عن فريق الوداد الرياضي بعد المباراة الأخيرة ضد نادي بيترو أتلتيكو الأنغولي بعصبة الأبطال، وذلك بعدما حسم سعد النصيري قراره بإقالة المهدي النفطي، وذلك راجع للمستوى الضعيف الذي ظهر به فريق الوداد ضد نادي بيترو أتلتيكو الأنغولي على أرضية مركب محمد الخامس، مما جعل الجماهير الودادية تهاجم المدرب التونسي المهدي النفطي مطالبة إياه بالرحيل عن الفريق الأحمر. كما طالبت الجماهير الودادية سعد النصيري بالتعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خلفا للمهدي النفطي، لكن أكدت بعض المصادر الودادية أن سعد النصيري غير مهتم بالتعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في الوقت الحالي، وذلك راجع إلى أنه على ذمة نادي الأهلي السعودي ولن يبدي رغبته في التخلي عن مدربه الجنوب أفريقي، كما أن تكلفة المدرب بيتسو موسيماني المالية وراتبه الكبيرة بالإضافة لتعويضاته تتجاوز كثيرا الإمكانيات المادية لفريق الوداد بالوقت الحالي. في المقابل دخل سعد النصيري في مفاوضات مع مجموعة من المدربين لخلافة المهدي النفطي، ومن أبرزهم الإطار الوطني رشيد الطوسي وعادل رمزي، بالإضافة للمدرب البلجيكي ستيفان فاندربوك والمدرب الفرنسي باتريس كارسيرون. وسيجتمع سعد النصيري بالمدرب التونسي المهدي النفطي في الساعات القليلة القادمة، وذلك لإيجاده حلا وديا يقضي بمغادرته لفريق الوداد دون الدخول في نزاعات بين كلا الطرفين.